السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات فاسيل دو عسلان. اليوم راح ندير لكم ان ديسير بلا بات فيتي، واحد الكاطو اللي محبوب للجماهير، بصح انا راح نبدلو شويه. راح ندير ميل فوي على فريز، نسحقو في هاد لا روسيت، نسحقو باش نديرو لا كريم باتيسيير. واش نديرو فيها؟ واش نسحقو فيها؟ نسحقو الحليب، وعندنا 3 مغارف سكر كبار، عندنا 2 حبات بيض، عندنا 3 مغارف كبار تاع مايزينا معمرين، وعندنا لافاني، وعندنا 50 غرام تاع مارغرين، وعندنا الحليب نسحقو نص ريتلا حليب. دوك واش نديرو؟ الطريقه سهله وسريعه باش نديرو لا كريم باتيسيير. نحكمو ان بلندور اللي هو هذا. لو بلندور تاعنا راه فيه لي غراديواسيون، شوفو حتى 250 500، هادي ندير 500 تاع زوج كيسان كبار تاع حليب. فوالا، باش نوري لكم نصريت شحال تفد الحليب. فوالا كاس وزوج، فوالا عامليك 500 ملليلتر. هي الريتلا ترفد 4 كيسان تاع غازوز، 4 كيسان تاع حليب، ونص ريتلا زوج كيسان. دوك واش ندير؟ نديرو كاع المقادير في الروبو ديالنا. نديرو لا مايزينا، فوالا، نديرو لا فاني هكذا، السكر نديرو نص الكميه، بعد نقول لكم علاش. ما نديروش برك لا مارغرين، لا مارغرين حتى طيب لا كريم. البيض نديرو غير الصفار، والبياض نديرو هنا. هادي هي هاد لا كريم، كريم باتيسيير ريفيزيتي، تحب كيما لحقتو هاد المصطلح. نديرها على طريقتي، تجي خفيفة، فوالا، ونديرو هنا في البلندور. دوكا نغلق ونضرب كلش، ميكسي كامل هاد لي زانغريديون. فوالا ني ميكسي كامل لي زانغريديون. دوك نديرهم، نجيب بوكسرونه ونديروهم في، ندير هاد لو ليكيد، هاد لو ميلانج ديرو في كسرونه، ونديروه فوق النار ونحركو مع استمرارية التحريك. نحركو حتى على نار متوسطة، حتى تولي تقيلة لاكخان ديالنا. فوالا فوالا، لاكخان تاعنا راهي طابت. فوالا، ما نحبسوش من التحرك باش ما ديرلناش لي غرومو، وكي تعقد هكذايا نخلوها تبقبق شويه ونحوها من النار. دوك نحوها من النار، نديرو هذيك 50 غرام تاع لا مارغرين ونخلوها تذوب. هادي باش تجينا لا كريم تاعنا طريه. فوالا، دوك حتى ذوبنا كامل لا مارغرين داخل. فوالا، بعد ما شربناها كامل هذيك لا مارغرين ذابت كامل، شوفوا لا كريم كيفاش تولي، تجي شابة وطرية ورطبة. دوكا نفرغوها في طبسي. فوالا، نديروها في طبسي، ونديروها في سيلوفان، ونديرولها سيلوفان باردون، ونضغطو هكدايا. يقول لك هذا فيلمي او كونتاكت، معنتها لازم تكون لاصق لو فيلم، لاصق مع لا كريم. وعلاش؟ باش ما ديرلناش واحد القشره اللي من بعد كي نديروها بالباتور راح دير واحد لي غومو لي يكونوا ديزاغريابل في الماكله. هكذايا غطيها بيان، لازم تلصقوا في الفيلم المونتير، تلصقوا مليح. دوكا نديروها في الفريجيدار تبرد. دوكا جبنا لا بات فيتي، واش نديروا لها؟ نحلوها ا 3 ملم، نحلوها رقيقه باش نوجدوا باش نديروا لي فوي تاع لي ميل فوي تاعنا. دوكا نحلها ونولي لكم. واش نديروا؟ الحاجه الاولى قبل ما نحلوها نروحوا نشعلوا الفوغ، لازم الفوغ يكون سخون باش لاباط فيتي تمتم تدخل في الطياب. فوالا فوالا، بعد ما حلينا لاباط قسمتها على 4، شوفوا السمك اللي قسمته اللي حليته عليه، لازم 3 ملم، ما تكونش خشينه بزاف. دوكا واش نديروا؟ نتقبوها كامل بالفرشيطه، لازم تقبوها مليح مليح. عليك دوك نوري لكم كيفاش. فوالا، لازم تقبيها مليح مليح باش لاباط ما ديفلوباش كي طيب، باسكو لاباط فيتي
غير الطيب تطلع. والميلفاي ما نسحقوش هذاك هذاك لو ديفلوبمون تاع لا بات، نسحقوا لو فويتاج بصح ما نسحقوش عالي. فوالا هكذا نكملوا كامل هاد لي كاري اللي درناهم. فوالا بعد ما درناها في السميوه وتقبناها، واش ندير؟ نديروا شويه سكر من الفوق، هاد السكر يتكراميليزا في الطياب ويعطينا ان كروسيون هايل. هكذا غير شويه، واش نديروا؟ نغطوها بابي سيفوريزي ونديروا حاجه ثقيله فوقها باش نضمنوا بلي هذه ما تطلع لناش. انا اي حاجه سنيوه واحده اخرى ولا غطيوه ولا، انا درت هذا لو مول تاع لا جينواز، دوك نديروها في الفرن طيب. لو بلون دوف اللي خليناه والسكر دوكا واش نديرو؟ راح نطلعوه اون نيج، نديرو قرصه تاع الملح قرصه صغيره ونبداو نطلعوا لو بلون نيج ونديروا السكر على دفعات. فوالا هاي لا كريم تاعنا كيفاش طلعت. شوفوا لازم بيان فيرم، شوف لازم بيان فيرم، تضربوها مليح مليح. دوكا نجيبوا لا كريم لي لا كريم باتيسيير اللي راهي في الفريجيدير تبرد. فوالا هاي ليك لا كريم تاعنا، هاي ليك. دوكا واش نديروا لها؟ نضربوها مليح بالباتور باش تعاود تولي طريه. فوالا هاي ليك بعد ما دربناها، دوك واش نديروا؟ نديروا لها لو بلون ناج هذاك اللي درناه مع الاول، نضربوا بالباتور ومن بعد كنعودوا نديروا بلا سباتول باش برك نطروا مع الاول الدفعه هذه الاولى اللي درناها باش نطروا بها لا كريم، نديروها بالباتور ومن بعد كنديروها بلا سباتول. دوكا نبداو نديرو بلا سباتول برك باش باش لو بلون ناج هذا ما يبرديش لا موس تاعو. فوالا هكذايا ندخلوها على غيب العقل باش تولي هاد لا كريم، تولي لا كريم باتيسير تاعنا تولي خفيفه كوم اون موس. فوالا دوك حتى نكمل الكميه ونولي كريم. كيفاش ولات؟ شوفوا كيفاش ولات، تجي خفيفه تجي هايله. دوكا نديروها في الفريجيدير بيد ما نوجدو لي فوي تاعنا تاع لي ميلفاي. فوالا لي فوي تاعنا تاع لا بات فيتي هم ضابو، شوفوا يجو لازم يجو هكذا يابسين، لازم يبسو يقرمشو. دوك واش ندير انا؟ واش راح ندير؟ ناجوستي دوك ناجوستي لي بور هادوما، نسقمهم. شوفوا كيفاش نقطعهم، كي شغل راكو تقطعو في حطبه لازم كي المنشار تستعملوا هاد الجست. فوالا هكذايا دوك نكمل كامل ونكملو لو مونتاج تاع لي ميلفوي تاعنا. وهاد لي بور لي قطعناهم نكسروهم هكذايا، هادو يعتبرو شغل لافويتين، لافويتين لي نشروها من عند لي بيع توازم الحلويات، ونقطعوها هكايا نفتوها بين يدينا ندقدقوها ونخبوها نستعملوها في ديكور كاش كاطو ولا. فوالا هكذايا هادي هي هادو باش ما يروحوش خساره. دوك واش نديرو؟ نقطع لي ميلفوي تاوعي من درك هكذايا باش يجو كامل متساويين. ما قلتلكم سعفو غير بالعقل. نزيد ندور هكايا، نزيد نعاود نجوز هكذا. فوالا دوكا نزيدو نقسمو هاد لو كاري تاني باش يجونا حبات مستطيل. دوك هكذا حتى نكمل كامل لي طرونش. فوالا اون شوفو لا كريم اللي درتها في لابوش، لابوش ا دوي. دوك نبداو نمونطيو لي ميلفاي تاعنا، نقدو بالوحده كيما تشوفو هكذا ونديرو لها لا كريم هكذا.
Voilà. ونديرو فوقها الاخرى، نعبزو شويه برك voilà. ونزيدو لا كريم. ونزيدو لا ديرنيير هايدايا فوالا. ونزيدو نديرو فوقها لا كريم. هاد لا كريم بنينة بزاف بزاف وخفيفة، حتى السكر راني ما كترت فيها، واللي يحب يزيد السكر يزيد، انايا هاد السكر يكفي. دوكا دوكا واش نديرو؟ نديرو لي فريز. فوالا دوك نبداو ني كملت كامل لي ميفوي، دوك نبداو في التزيين. بون كل واحد كيفاش يحب كيفاش يكون التزيين. انا ني درت وحده هايديك، خليتها بالحشيش تاعها، وحده نو نخلي نحي لها الحشيش. كل وحده كيفاش. فوالا سيو شوفوا يكونوا كامل نفس الحجم. فوالا دوك سا دي بون كل وحده والكو ديالها. هكدا هكدا دوك كل وحده كيفاش نزينها. فوالا لي ميلفوي تاعي هام ليك واجدين. فوالا شوفوا كل وحده كيفاش درتها. ما قلت لكمش على لو طون دو كويسون تاع لا بات، حتى توصل حتى 40 دقيقه باش يجي هذاك لو كروستيون وما تجيش معجنه لداخل الميلفوي. لو شان تاعو هذاك لو كروستيون صافي توصل لا كويسون حتى 40 دقيقه باش لي فوي كامل اللي يدخلهم طياب. فوالا هاو لي كيفاش جا. دوك قدامكم نقسم وحده وتشوفوها كيفاش جات لداخل. فوالا جاو تري كروستيان جو تي دابي دي جاو هايلين هايلين تري كروستيان. هذاك السكر اللي درناه من الفوق دار بيان لو كروستيان في لاباد. نتمنى تجربوها ونتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، وبارطاجيو وديروا جيم وابوني، والسلام عليكم.